يوم الثلاثاء الماضي 7 فبراير ظهرت لقطات فيديو تظهر الرابر المثير للجدل تيكاشي 69 يبدو وكأنه في شجار بين عدة أشخاص. في المقطع الذي انتشر يمكن سماع صراخ تيكاشي 69 ورؤيته وهو يدفع من حوله مع كلمات نابية مع شخص أو أشخاص قاموا باستفزازه. قيل أنه تم ضربه بشيء ما على رأسه، لم أفهم ما قيل لأنها باللغة الإسبانية. أفاد حساب دي جي أكاديميكس أن العداوة كانت بين 69 مع شقيق مغني الراب البورتوريكي AANWALD، ولكن هذه المعلومات غير مؤكدة. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها الرابر 69 في شجار، فأثناء وجوده في دبي في سبتمبر من العام الماضي زعم أنه هاجم دي جي في ملهى ليلي لرفضه تشغيل موسيقاه لأنه يعتبره الكثير في عالم الهيب هوب واشيا. لكن الرابر نفى هذا الكلام بنفسه على حسابه، حيث قال كان دي جي يقول بعض الهراء على الميكروفون وتم التعامل معه. توقفوا عن الكذب ونشر الأكاذيب.